يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وآية أخرى كتب وآية الأخرى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حيمان تؤتي تاريخ بشي طبنات tobankeedii labada kun iyo labaatanka maxkamadda ay xukun dil ah ku riday qadar maxamuud bocor ina hooya caaliya maxamed guuleed da'diisana ay tahay 22 jir kadib markii uu dilay marxuum axmed cabdi barre taariikhdu markay ahayd 26 bishii 9aad 2020 kuna dilay qori aada akafoon sabina kadib maxkamadda ay baaritaan dheer gashay yaa waxay xukun dil ah ku riday ninka magaciisa la yiraahdo qadar maxamuud boqor ina hooya caaliya maxamuud guuleed 22 jir ah wabillaahi towfiiq.